جات الرائد، تفضل وياي. مشاهدينا الكرام، دا تشوفون السرداب اللي تحدثنا عنه، اللي استخدم من قبل الارهابيين كمخبأ للسلاح والعتاد، كثير من مواد القتل والتخريب والدمار. اعد المخبأ بطريقه ميكانيكيه، يعني تفتح عن طريق ازرار كانت موجوده في هذا المكان، وايضا عن طريق السحب اللي موجود بهذا المكان. طبعا هو المخبأ دا تشوفون هو جدار مبني من البلوك. من الصعوبة أن تكشف المخبأ السري اللي كان موجود في هذا المكان. طبعا هي غرفة كاملة، إذا ما سحبت طبعا هذه يفتح القفل من خلف هذا الجدار، ومن ثم جزء من هذا الجدار هو باب لدخول هذا المخبأ، اللي هي عبارة عن غرفة طبعا كبيرة حجم. زملاء المصورين راح ياخذون بعض اللقطات والمشاهد اللي توضح المكان كيف مبني. طبعا المشاهدين الكرام، هذا هو المخبأ، هذا هو هذا القطع اللي يسموه طبعا بمسميات التنظيم، اللي هو وكر من اوكار التنظيم. هذا يندفع يدخل لي جوه، وايضا يطب الارهابي كان يستخدمه كدار استراحه، فضلا عن ذلك لتخبئه الكثير من مواد القتل والتخريب والدمار. نعم، مثل ما تلاحظ نزلنا الى سرداب المنزل. امامك حائط اعتيادي بآليتين. الآلية الاولى كهربائيه كان يستخدمها، اللي هي انه مجرد ان يوصل مصدر الطاقه للجسم راح ينفتح عندنا القفل الموجود. الآلية الثانيه هي الميكانيكيه عن طريق السحب. مجرد ما كنا نسحب هذا الجسم القفل الموجود، يرفع القفل من الداخل، والحائط راح يندفع باتجاه الداخل. نعم. هم تشوفون مشاهدينا الكرام مكان غرفة كاملة لغرض تخبئة مواد القتل والتخريب والدمار. تشوفون مشاهدينا الكرام بعد ما دخلنا للمخبأ، مخبأ الأعتداء والأسلحة والمتفجرات اللي كانت موجودة في هذا الوكر، اللي هو عبارة عن منزل وتم يعني استثماره واستخدامه لأجل تخبئة مواد القتل والتخريب. هذه السكة استخدمها التنظيم الإرهابي داعش في عملية يعني تمويه، يعني جزء من الجدار اللي كان موجود هنا باني بلوكات. وبالتالي سيد الضابط حيعطيني أيضا تفصيل دقيق عن هذا الموضوع. نعم سيادة الرائد. نعم، مثل ما تلاحظ هنا أنه التمويه على شكل أنه مع الحائط، وعدة آليتين لفتح هذا الباب مثل ما أسلفنا سابقا. الآلية الميكانيكية الاعتيادية اللي هي من خلال هذا الاسم الآلية. ثانية آلية الكهربائية اللي يستخدمها كان من خلال إيصال الكهرباء إليه.